يحدفوا على العساكر يحدفوا. فانا ببص لقيت القنبله بتاعت مثيره للدموع دي اتضربت، رحت داخل واقع في الارض. فجيت ايه ولما فقت شويه رحت طالع فوق السور بتاع المدرسه عشان انزل الناحيه التانيه واروح. الشرطه راحت مسكاني. طيب. ده سوار؟ اه لا ما انا عايز اقول لحضرتك انا معاكي اهو. معلش لا معلش معلش عايز اكمل كلامي. لا ده عندي 20 واحد كده. يا دكتوره ما انا هقول لك يعني اعترفوا قدامك كام دكتوره يلا معلش اكمل بعد اذنك. وفي ناس ما انا قلت لك ان في اعترافات انه بياخدوا فلوس. سيدتي ما قلت لك ان في ده انا هوصف لك اكتر من كده. انا قلت لك ان في اكمل كلامي. صور الاجانب مين دول؟ اكمل كلامي. اعطيني صور الاجانب. انا محتاج مين دول يا شادي؟ على اعتبار كل من يطلق سلاح وكل من يطلق رصاص هو الشرطه المصريه. مين دول؟ انا محتاج اعرف مين دول. هناك طرف ثالث يجب ان يحدد. مين الاخ ده؟ مين الاخ الخواجه ده؟ ثالث متامر خواجه. خواجه ايه؟ هناك طرف ثالث. مين ده؟ فين دول؟ انا حضرتك النهارده معلومين في الجرايد. مقبوض عليهم ايه؟ جرايد الحكومه؟ جرايد اللي خونتنا في 55 مين عليهم يا حبيبي؟ لا مقبوض عليهم. مين اللي قبض عليهم؟ حطوا نفسكم كفار مع اي متامرين على قادرين على فرز المواقف. معلش شادي ابني في النهايه. وانا اللي بقول لكم افصلوا مواقفكم السياسيه عن مواقفنا السياسيه للمجلس العسكري. اضرب المرحله الانتقاليه واخد انا بتكلم في لا لا والاخوان المسلمين اللي حضرتك ليست المساله دي معاك نفس حضرتك فاكر يعني احنا قاعدين نشارك مع بعض نسمع الاستاذ وبعدين هتكلموا لان واضح ان عنده كلام كتير. اه بس انا قبل ما حضرتك تستكمل انا عايزه اقول اهو في جوازات سفر. والله هقول لك لا بس دي فرصه. اتفضل اتفضل شادي هقول لك حاجه. هتعجبك كل اللي ما ينفعش. انا عندي معلش الناس التحرير. لا ما ينفعش. مش دول مش تحرير. دول مش التحرير. هم حاجه يا شادي ان في ايدي خفيه. هم متامرين على مصر. مفيش ايدي خفيه. احنا بنضرب الشرطه علشان لما بتيجي تتقدم تخش على التحرير. انتوا عمركم ما ضربتوا حد ولا شلتوا بندقيه وضربتوا حد. مش ببنات ولا عمركم شلتوا كره نار وضربتوا بيها حد ولا دخلتوا على عمارة عشان تحرقوها. انتوا ثوار اشراف واحرار يا شادي. افصلوا المواقف. افصلوا المواقف قصاد الراي العام. اتفضل يا استاذ بكر خلينا نكمل. والاستاذه سكينه عايزه جزء من المشكله. جزء من المشكله فعلا ما ينفعش. جزء من المشكله عدم الثبات الاجتماعي. يعني الكل يمشي في اتجاه واحد. يعني كله كده يمشي في اتجاه واحد. مطلوب ان كلنا نقول نفس الكلام. واحد هيخون حد جوه التخوين. انا ما اقدرش اقف فصل المواقف. واحد هيخون حد جوه شادي. فصل المواقف. شادي فصل المواقف. يعني ايه الصور؟ ايه الراجل ده؟ ده مش ولادنا. ده مش ولادنا. وده انا ما اعرفش.